وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وللأسف الشديد قد شاع في الآونة الأخيرة المتاجرة بالقرآن، ونحن وإن كنا نقدر الجهود التي تبذل من بعض المقرئين والمعلمين للقرآن، سواء كان ذلك على هيئة أفراد أو مؤسسات على اختلاف أسمائها من مدارس أو مراكز أو معاهد أو كليات أو جامعات أو كتاتيب أو غير ذلك، وإن كنا نقدر تلك الجهود جميعا، إلا أننا ندعو إلى أن تكون هذه الجهود خالصة لله تعالى، وألا يتاجر بالقرآن، لئلا يصل الأمر إلى حد ألا يستطيع الفقير دفع تكاليف تعليم نفسه وأهله وولده القرآن. وقد وصل الأمر في بعض الأحيان إلى هذا الحد بسبب التنافس على الدنيا، وربما يدعي البعض بأن هذا هو اللائق بالقرآن، أي برفع سعر تعليمه بالساعة، لأنه ليس بأقل مما يدفع من أجل تعلم اللغات المختلفة أو العلوم المختلفة، وخاصة الدنيوية والتي يسارع إليها الناس. وغاب عن هؤلاء أن القرآن لا يقوم بمال، وغاب عن هؤلاء أن القرآن ذكر للعالمين، وغاب عن هؤلاء أجر الآخرة الذي ينبغي أن يتنافسوا عليه لا أن يتنافسوا على الدنيا، وغاب عن هؤلاء أن من أراد أن يأخذ عوضاً عن شيء من أعمال الدنيا فهناك بدائل أخرى كثيرة، وينبغي قدر طاقته أن ينزه نفسه عن الأخذ مقابل تعليم القرآن. وللعلماء كلام طويل في الفقه عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ولست هنا في مقام تحقيق هذه المسألة أو أزعم أن ذلك حرام، ولكن الذي أدعو إليه ولو كان أن هذا الأمر ولو كان مباحا، فينبغي قدر الإمكان التورع عنه، أو على الأقل تبسيط هذه الأجرة لتكون في مقابل التفرغ، تفريغ الوقت فحسب من الاحتباس للقيام بعمل ما يمنع من السعي في الأرض مما يحتاج إليه البر لكسب قوته للقيام بشأن نفسه وأهله وعياله، لا لأجل نفس التعليم، تعليم القرآن. فالقرآن أعظم من ذلك شأنا. فأدعو إلى تبسيط هذه الإجراءات التي يقبل فيها أو تقبل فيها أعداد الراغبين في حفظ القرآن وتلاوته، بحيث تستوعب أكبر عدد ممكن، لأن بعض الإجراءات أصبحت مانعة من قبول أعداد كبيرة من الناس في برامج تحفيظ القرآن وتلاوته وتدبره، وهذا لا شك يمنع من نشر ذكر الله تعالى وأنه حق للعالمين، وكذا رفع بعض الأسعار أيضا مانع لكثير من الأسر الفقيرة منها أو المتوسطة من تعليم أبنائها القرآن. والأصل أن يعمم تحفيظ القرآن وتعليم تلاوته وتدبره وعلومه أيضا،
ولئن اقتضت الضرورة كما هو الواقع أن يصرف للقائمين على هذه البرامج أفراد أو مؤسسات ما يحتاجون إليه لأجل القيام بمعيشتهم لأنفسهم ولأسرهم، فليقم بذلك المجتمع عن طريق التبرعات أو إيقاف الأوقاف التي تصرف على هذا المجال أو في هذا المجال، حتى تكون عونا للقائمين إدارة وتعليما، وتكون عونا للطلبة على الحفظ ولأسرهم أو أولياء أمورهم، فيحصل الخير بإذن الله. عار علينا ونحن في بلاد العرب أن يكون شأن القرآن هكذا عندنا، بينما والحمد لله يوجد في كثير من بلاد المسلمين من العجم عناية بالقرآن أعظم من هذا، بحيث يدخل إليها كل طالب، كل ولد في المجتمع دون أن يدفع شيئا، وإنما يعلم بالمجان، ويتنافس في ذلك الصغار والكبار، ولا يقال بأن التعليم للصغار وحدهم كما هو الشائع، ويقال بأنه قد فات هؤلاء الكبار القطار إن كانوا قد فرطوا في ذلك من قبل، أو لوجود مانع يمنعهم فأرادوا أن يتداركوا أمرهم فلا يجدون ما يسد حاجتهم أو يشبع نهمتهم من تلاوة القرآن أو تعلم تلاوة القرآن وحفظه وهم كبار.